مرحبا بكم جميعا حبيباتي الغاليات في مطبخ دليلة ديزات. وصفتنا لنهار اليوم بوراك بالبيشاميل والدجاج، وصفة المطاعم بنين ومقرمش وخفيف في نفس الوقت. ابقوا معي حتى آخر الفيديو، ما تنسوش تشجعوني بلايكات وديروا لي البرتاج. وهنا حبيبات قلبي، اليوم جبت لكم بوراك بالبيشاميل والدجاج وصفة المطاعم بنين ومقرمش في نفس الوقت. بسم الله، واش عندنا في هذه الوصفة تاع البوراك يعني تاع المطاعم بالبيشاميل؟ عندي هكا باكي خيرته، انا عجبني درته المره اللي فاتت به الصمصة، يعني هما يعني 12 يجوا فيه مربعين، هانيك دوك نوري لكم من طو ارقاق، سي بور سا عجبوني. سييتهم في هذيك الصمصة، واش نقول لكم، يجيو شغل بزاف مقرمشين كيما انا باتافيلو، بصح يتعوج وحده. شوفوا ها هذيك، شوفوا كيفاش راهي رقيقه ومربعه، سهله يعني تجيكم سهله الخدمه. هنا دوك نرجعوا لكوتي، وهنا واش عندنا في الوصفه تاعنا باش نحشيو يعني هاد البوراك. عندي هنايا ربع تاع صدر تاع الدجاج رحيتو في الدار، عندي بصله تحت المتوسطه قطعتها هكا مربعات صغار، وعندي هنايا زوج مغارف تاع العشاء تاع زيت المائده. هذه واش حنديرو في الحشوه تاعنا، ومن بعد ندوزو لمرحله واحده اخرى باش نوريها لكم ثاني. هنا بيشاميل وشنو حتى نحط قبل هذه الطيب باش نوري لعندكم يعني المبتدئات يقدروا تخسروا لهم ولا عفسه تروح لهم تتلف لهم. نبداو قبل في هذه البصل مع البصل ونطيبها، ومن بعد نوليو البيشاميل تاعنا. وهنا راني حطيتو يتقلى البصل مع الدجاج تاعنا اللي رحيناه، نقليوه كيما راني نديرو الحشوة تاع البوراك عادي. نفتحوه ما نخليوهش هكدا كتلة وحدة، نزيد فلفل اسود نديرو غير شويه برك ما نكثروش، ونزيد الملح على حسب هاد البصل والدجاج وما نكثروش. ونخلي هنا بعد ما طابلي هايلي دوك نرجعو لكوتي ونجوزو البيشاميل تاعنا. هنا نجوزو لا بيشاميل تاعنا، نشعت الكاسرونة تاعي، عندي قسم غرفة هكداك تاع العشا تاع زبدة ولا مارغارين، نخلي هاد الزوج. دوكا هنا نزيد قسم غرفة بعد ما دابت لي هاديك الزبدة، نزيد قسم غرفة تاع العشا تاع الفارينة، ونحمصوا هذيك الفرينه مع هذيك الزبده. لازم طيب لكم، شوفوها دوكا راهي صفراء، بعد كي طيب تولي تبدل اللون تاعها، تولي اللون تاعها شويه فاتح هاليك. نطيبوها باش ما تبانلاش هذيك البيشاميل تاعنا تريح بالفرينه كي تتحمص هكا في الزبده، يعني ما تخافوش، غير كي نزيدو الحليب غير تبقبق شويه نطفيو عليها، غير تبدا تختار خلاص. شوفوا كيفاش راهي تبدل اللون تاعها، شفتوا ولا بيض، يعني تحمصت لنا الفرينه تاعنا. دوك نزيد للحليب تدريجيا بالعقل، نزيد شويه للنار، كي نشوفها هكذا اختارت شويه، شوفوها هاكو تشوفوها، شوفو كيفاش دوك نزيد الحليب. ندير بالحليب يعني ندير الحليب بالعقل بالعقل القوام اللي حبيتو،
انا حبيت نديرها متماسكه شويه، ماشي ثقيله ماشي خفيفه. فصح تشوفوا معايا ونعطيكم المقادير في الصندوق الوصف. شجعوني برك حبيبات قلبي باللايكات وديروا لي البارطاج، كثروا لي لي لايك هكذا باش لي فيديو تاعي يوتيوب يزيد يقدمهم لي باش يشوفوهم واحد اخرين، يعني متتبعين واحد اخرين. نزيد شوفوها كيفاش جات ليس، ما عندهاش هذوك الكتلات يعني لي غريمو. نخليوها طيب مليح فوالا. انا درت هنايا قيس 300 غرام تاع الحليب. شوفوا القوام تاعها راكم تشوفوها هايليك. دوك هكا نطفي عليها خلاص. هنا بعد ما طابت لي انا واش حنزيد، حنزيد فروماج هكذا اطارتيني من هذا النوع هايل ما يطلقش الماء. نزيد قسم غرفه هكذاك تاع العشاء. نزيد ثاني انا درت من هذا النوع فريكو شويه برك ما نسحقش بزاف. نزيد ثاني نرابي شويه باش يجينا بنين. لكم هذه البوراك تاع المطاعم يديروهم من في العراس. نخلط باش هكا تيذوب لي هذاك الفرماج رابي. ونزيد شويه برك لا نواد ميسكاد، ولا ما حبيتوش ديروها ديروا شويه فلفل اسود. شوفوا غير رشه هايليك واش درت ماشي بزاف، ولا ما حبيتوهاش يعني نحيوها في طريقكم. وهنايا عندي ليبيس تاع فرماج، انا نشري لي زيبيس تاعي عند ميسكات ايبيسري فين في عين بنيان هايل عنده كلش ما شاء الله. انا ما درتش الملح هذا فيه الملحه هانيك واش ندير. ندير هكاك قسم نص مغرفه تاع قهوه حليب هذا فيه الملح وفيه يعني الذوق تاع الفرماج. نبدا حبيبات الغاليات ونخلط. وهنا هوليك الدجاج تاعنا اللي راه كان طاب او برد، وزدت هنايا قيس زوج مغارف تاع العشاء تاع المعدنوس ولا البقدونس. ونزيد هذيك البيشاميل اللي درتها معاكم باش يجينا هذاك الدجاج ماشي ناشف. ونحشو به البوراك تاعنا. وهنا دوك ندوز البوراك تاعنا نفاصونيوه. يعني الامانه انا نحيد لهم هذوك الورقات اللي يجوا بيناتهم باش ينقص على الفيديو يعني ما يجينيش بزاف طويل. دوك ندير هكذا شوفوا نبلييها على زوج هكا شويه باش هكاك ما تمخليش لتحت وتتقطع لي. ونخليو هذه الحشوه تبرد لنا مهمه ثاني. ها حاجه سهله وبنينه هانا. نزيد شويه باش يجي معمر بيان. ونبلي لي كوتي هاليك قلتلكم هايلين انا عجبوني بزاف رقاق باسكو كل خطره واش نشري يعني جربتهم كاع
هاي ليك، هاي ليك البوراك تاعنا، نكملهم كيما راهم ومن بعد نجوزو نقليوهم. هنا بعد ما كملتهم هم ليك، شوف نحطهم في الزيت وطيبو على النار متوسطة باش ما يتحمرونيش بالخف، حبيتهم يجيوني مقرمشين من الفوق ورطب من الداخل. كي نحطو يعني بلا ما نسقتهم ندير هكذا باش ما يتنفخوش. هنا بعد ما تحمروا شوفوا اللون تاعهم شباب، ماشي هذاك الغامق، اللون غامق شباب برك. هايليك نقلبوهم وكي تحمروا ثاني من جهه واحده اخرى نحيهم ونتلاقاو في طاوله التقديم ان شاء الله. وهنا حبيبه قلبي هايليك البوراك تاعنا بالبيشاميل والدجاج، وصفه المطاعم، بنين ومقرمش وخفيف في نفس الوقت، هايل، جربوا ان شاء الله يعجبكم. دوك نقسم لكم الحبه باش تشوفوا المصداقيه، شوفوا خفيف هايل هايلك ماشي ناشف وطري. واش نقول لكم، من يديكم يا الفحلات، ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ولعجبكم شجعوني بلايكات وديروا لي البارطاج. نخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.